نبتدي مع محمد سامح. سامح قول لي شعورك وانت يعني واحد من لاعبي الفريق 2005 وقدرتوا تحسموا البطوله قبلها بسبع جولات. احنا طبعا اولا نشكر ربنا الحمد لله، ثانيا احنا كجهاز وكلاعيبه احنا من بدايه الموسم واخدين كل حاجه بجد، التمرينات والمعسكر والماتشات الوديه ان احنا نتاهل للبطوله كويس يعني، وكنا واخدين كل حاجه بجديه ان احنا نحسم الدوري لينا من بدري، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحسم البطوله لينا قبل ما الموسم ينتهي بسبع جولات يعني. دي كانت حاجه كويسه. قول لي بقى الكابتن علاء عبده وشغله معاكوا دايما ويعني وبيحفظكوا في التدريبات، الشغل التخصصي خلال المشوار المسابقه برضه، كلمنا عن الشغل مع الكابتن علاء عبده طبعا بقيه الجهاز الفني يعني. اكيد طبعا مع كابتن علي عبده وكابتن محمد صلاح الواحد استفاد حاجات كتير، دايما بنتعلم، بنحاول ان احنا يعني اي مدرب بيمسكنا نحاول ان احنا نستفيد منه. كان دايما كابتن علاء وكابتن محمد صلاح بيشتغلوا معانا زي ما زمايلي قبلي قالوا ان احنا بيشتغلوا كل مجموعه مخصصه، المدافعين اللي نص ملعب الفراوده، وانا كان كباك ليفت كان دايما كابتن علاء بيتكلم معايا في حته التحولات العكسيه كتير دايما يعني، كان دي كابتن علاء طورها لي يعني. الباك ليفت دايما في النادي الاهلي انت محتاج بيدافع صح، بس محتاج تشتغل على الناحيه الهجوميه بالظبط، فانا كان عندي ناحيه الهجوميه كنت بزيد فيها شويه، فالتحولات بيبقى فيها كسل شويه، كان كابتن علاء دايما بيتكلم معايا في الحته دي، التحولات تبقى اسرع شويه وحاجات كتير برضه. تمام يعني. برضه هنقول الجهاز الفني على الهوا، كابتن علاء عبده المدير الفني، كابتن محمد صلاح مدرب عام، كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى، كابتن عماد عبد الهادي مدير اداري، كابتن احمد جبالة الطبيب، الدكتور محمد احمد، كابتن محمد احمد نحله مدرب احمال، والمدرب كابتن ابراهيم رشاد. احمد عزت قول لي مركزك يا ابو حميد. هاف ليفت. هاف ليفت. قول لي برضه يعني المباريات الصعبه في البطوله كانت ايه؟ يمكن الفرقه كلها صعبه، بناخد كل ماتش بماتشه كويس. يمكن الماتشات اللي كانت صعبه قوي يعني ماتش الزمالك على ارضه، بس الحمد لله عديناه وكسبنا، والحمد لله طبعا على البطوله. ابرز التعليمات دايما الجهاز الفني بيقولها لك؟ لا طبعا احنا معانا جهاز فني على اعلى مستوى، الكابتن علاء والكابتن محمد صلاح والكابتن عماد والدكتور احمد جاب الله، الناس كلها شغاله معانا كويس. الكابتن علاء طبعا بيشغل الفرقه كلها تكتيك زي بعض، ما بيزهقش من اي حد ومدرب كبير يعني كويس. واحد من نجوم الفريق ايضا سيف الطيب. سيف الطيب تلعب مهاجم يا سيف؟ هاف ليفت. وهاف ليفت حلو قوي ان اللعيب يلعب في كذا مركز ده. طبعا بيفيد الفرقه في اي وقت، بيبقى الكابتن عنده حلول يلعب اي حد في اي مكان. كويس. بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ اربعه. ابرز التعليمات دايما الكابتن علاء حريص والجهاز الفني يقولها لك؟ اكون حاطط ساعه بالكوره، ابقى محضر قبل الكوره ما تجيلي، ابقى مركز في الملعب قوي، ما بسرحش. عندنا دي مباراه يا شباب، دي عندنا هنا، ده دي مباراه الاسماعيلي. ده الاسماعيلي. شفتوا ازاي واحنا بنذيع لكم المباريات على الهوا هنا؟ طبعا فخر لاي حد يطلع على التلفزيون يبقى شايف نفسه، بيقيم نفسه برده بعد المباراه، بيتفرج على الماتش تاني كذا مره، بيقيم الغلطات اللي غلطها، دي مهمه عند كل الناس يعني. احمد فكري مركزك يا ابو حميد. انا بلعب مهاجم وصانع العاب. مهاجم صانع العاب. شفت ازاي ان احنا كنا بنذيع لكم الماتشات هنا على الهوا، خاصه السنه دي 2005 احنا ذيعنا لكم ماتشات كتير السنه دي. طبعا عشان كنا ماشيين بشكل كويس، كل الماتشات مكسب، يمكن احنا خسرنا ماتش عد في البطوله، فكانت حاجه كويسه ان الماتشات بتتذاع علينا عشان كنا دايما بنكسب ودايما ماشيين بشكل كويس في الدوري، فدي كانت حاجه بتساعد ان الناس تشوفنا احسن وكان شكلنا كويس. الاهتمام بقى، الاهتمام شايفين يعني اهتمام النادي الاهلي بقطاع الناشئين، ملاعب على اعلى مستوى، الزي كمان الزي الموحد، جميع الامكانيات يعني، واحنا بنتكلم عن القطاعات الثانيه ما تلاقيش الامكانيات دي، لا موجوده بس في النادي الاهلي. شايفها ازاي يا سامح؟ دايما احنا يعني النادي الاهلي موفر لنا حاجات كتير، سواء كانت التمرينات زي ما حضرتك بتقول والزي وكل حاجه، ومعانا جهاز اعلى مستوى. النادي الاهلي دايما بيكون موفر لقطاع الناشئين بتاعته امكانيات، وهم برضو يعني احنا دايما في النادي الاهلي طالبين مننا البطوله، احنا كل ماتش مطلوب مننا بالمكسب، ومطلوب ان احنا كل موسم البطوله تبقى لينا يعني. ممكن يا عزت لو كسبانين ماتش والاداء مش حلو الكابتن علاء يزعل الجهاز الفني؟ احنا اهم حاجه عندنا الاداء، ما بنفرقش مثلا كسبانين اربعه او خمسه، اهم حاجه الاداء، ان احنا نكسب باداء، دي اهم حاجه عندنا. سيف الطيب طموحاتكم ايه يا سيف، مع او طموحاتك الشخصيه مع النادي الاهلي؟ ده طبعا هو طموح اي حد يطلع فيرست تيم في النادي الاهلي، ده شرف لاي حد يعني. وان شاء الله بعد ما نطلع فيرست تيم نحترف طبعا زي محمد صلاح ان شاء الله. اخيرا يا عزت، اخيرا يا فكري، شفت كولر لما جه قطاع الناشئين وبدا يتابع ويشوف المباريات، شفت الخطوه دي ازاي؟ يعني حاجه كويسه ان هم بيهتموا بالناشئين، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا متوفر لنا كل حاجه، ملاعب، دكتور تغذيه، مؤهلين الاصابات، فكل حاجه الحمد لله متوفره لنا في القطاع من ناحيه كل حاجه، مش بنحتاج اي حاجه،
فدي حاجه كويسه، وحاجه كويسه ان الناس فوق بتبص علينا وبينزلوا يتفرجوا لنا على ماتشات. وانا ان شاء الله بتمنى لكم التوفيق كده، وقريبا يعني وانتم نجوم كده في الدرجه الاولى نستضيفكم مره ثانيه هنا في قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا.